في مفاجأة متوقعة، سويسرا بتخرج إيطاليا من دور ال 16 في مباراة سويسرا أدارها بشكل مميز جدا على عكس إيطاليا اللي كان شكله باهت وسيء وهنتكلم عليه كتير في الحلقة. وعلى الجانب الآخر في مباراة تانية المنتخب الألماني بيعمل المتوقع وبينتصر على الدنمارك 2-0 بعد مباراة دراماتيكية ومباراة فيها دراما كتير جدا جدا جدا. في حلقة النهاردة هنتكلم عن اليوم الأول في دور ال 16 في اليورو، إيطاليا سويسرا وألمانيا والدنمارك. فما نخش فيها حاجه، انزل اعمل لايك والنهارده شفنا مش تفكر على الجرس عشان هتجي لك اول ما تنزل على طول. ويلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. اهلا بك يا وجيه في حلقه جديده من قهوه اليورو، والنهارده كلامنا على اليوم الاول في دور 16 ما بين ايطاليا وسويسرا والمانيا والدنمارك. تعال نبتديها من ما خلص، تعال نبدأ من ألمانيا والدنمارك عشان إيطاليا وسويسرا عندنا كلام كتير قوي عليه. إيطاليا ألمانيا والدنمارك، مباراة في البداية ناجلزمان غير شوية لاعبين في أرض الملعب، غير الباك ليفت ميدلشتيت غيره، طه كان موقوف المباراة دي فلعب بشولتر بيرك، بعد كده قرر انه يقعد فيرتس على الدكه ويجيب موسيالا شمال ويحط سانيه يمين وهافرت زي ما هو كمهاجم ماشي. بس هل الشكل ده ليه عمله ناجلزمان، او المانيا ليه لعبت بالشكل ده ضد الدنمارك؟ لان المانيا اتلسعت من سويسرا، فبقى ايه زي المثل المصري كده اللي هو لما تتلسع من الشوربه فتنفخ في الزبادي، اللي هو انت بتخايف تلاعب فرق تقفل لك العمق وتخنقك من العمق. فكرت تعمل ايه؟ لا يا باشا، انا هشغل كمان اطرافي، احاول اخلي ساني يفتح الملعب تماما ناحيه اليمين، احاول اخلي موسيالا يفتح تماما ناحيه الشمال، واخلي كمان الاثنين الباكات لو ساني وموسيالا دخلوا جوه الملعب الاثنين الباكات بيطلعوا لبره الملعب، ولو اثنين الباكات دخلوا جوه الملعب بتلاقي ساني وموسيالا فردوا الملعب تماما. ليه؟ لان يعمل كثافه عدديه سواء في العمق بزيوريخ وكروس بالعمق بالاثنين، ومعاهم كمان اوقات بيخش كيميتش، وكمان يعمل كثافه عرضيه على الاطراف سواء بالاثنين الباكات مع الوينجات او حتى الوينجات على الطرف، ومع من استريتش كبير جدا للملعب. فده خلى المنتخب الالماني نوعا ما يلاقي حلول ضد المنتخب الدنماركي. بس المنتخب الدنماركي الناحيه الثانيه كان متماسك بعض الشيء، قدر يخرج في اول ربع ساعه من الماتش من غير ما يلبس جون ضد المانيا، دي حاجة كانت مميزة جدا، وابتدى يمشي المباراة على مزاجه يسحب ألمانيا للتعادل لحد ما المباراة وقفت في الدقيقة 34 بسبب عاصفة وبسبب برق وبسبب رعد وبسبب مطرة شديدة جدا. قرر مايكل أوليفر ان هو يوقف المباراة ويدخل لاعبين اوضة اللبس، وبعد كده بعديها بشوية من 10 دقايق او ربع ساعة قرر ان يستأنف المباراة من تاني من الدقيقة 34، واستأنف المباراة والمانيا نزلت بعد التوقف دون كانت شرسه جدا وبتحاول من كل الاتجاهات ان هي تجيب الهدف الاول عشان تخلص الماتش وتخلص الليله، ولكن المنتخب الدنماركي قدر يتدارك برضو الموقف ويخرج بالمانيا 0-0 الشوط الاول. طب الشوط الثاني المانيا عملت ايه؟ الشوط الثاني المنتخب الالماني عمل مباراه كبيره جدا 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 جدا. هتقول لي ليه؟ هقول لك ليه. المنتخب الالماني اي منتخب بيبقى على ارضه في بطولات مجمعه زي دي كاس عالم او يورو او كده بيبقى عليه ضغوطات كبيره جدا 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 ان هو ياخد البطوله على ارضه، على ارضك وسط جمهورك لعيبتك كلها من بلدك، فبالتالي اللعيبه دي واخده على الملاعب اللي بتلعب عليها، فبالتالي منتخبك يبقى اقوى بمسانده الجماهير بالتنظيم بكل الكلام ده. المنتخب الالماني عليه الضغوطات الكبيره جدا 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 من هذا القبيل، ولكن منتخب المانيا مع ناجلزمان الضغط الشرس اللي كان عليه عرف يهمده وعرف يخففه. ليه؟ اول مباراه في البطوله بيكسب 5، اهدوا يا جماعه احنا موجودين. تاني مباراه في البطوله بيفوز ايضا، اهدوا موجودين. لما لاعب منتخب عرف يقف قدامه ولاعب منتخب عرف يبقى صلب قدامه ويعرف يقفل مفاتيح لعبه ويعرف يخنقه في ارض الملعب، قدر المنتخب الالماني يتعادل معاه في اخر دقايق المباراه اللي هو المنتخب السويسري في اخر مباراه في المجموعات. فبالتالي انا كنت اخشى على المانيا نفس السيناريو ضد الدنمارك، وبالمناسبه كان ممكن يتكرر عادي جدا لولا الغاء الهدف بتاع الدنمارك. الدنمارك الجون بتاعها اتلغى بسبب اوف سايد غريب جدا، يعني بوز الجزمه بتاع لاعب الدنمارك كان مسابق، فبالتالي حسبت اوف سايد، الفار حسب اوف سايد، وتقريبا في نفس اللعبه الفار الناحيه الثانيه بيتحول
وبيتحسب ضربة جزاء لمنتخب المانيا. اللاعب اللي جاب الجون والجون اتلغى له هو اللي عمل ضربة الجزاء على منتخب الدنمارك والمنتخب الالماني، عرف ياخد الاسبقية بالجون اللي جابه ضد هافرت، الجون اللي جابه هافرت ضد الدنمارك. هافرت التكنيك بتاع ضربة الجزاء حلو جدا، لان كاسبر شمايكر مميز جدا في ضربات الجزاء، فكانت ضربة الجزاء قدامه ما تتلعبش غير بالطريقة اللي هافرتس لعبها، وقدر يخلي المانيا في المقدمة. بعد الجون الملغي للدنمارك والجون الاول لمنتخب المانيا، تحس المنتخب الدنماركي ذهنيا خرج بره المباراه. لما الجون الاول جه لمنتخب المانيا، ومنتخب المانيا كمل ضغطه وكمل شراسه، وتغييراته من بره كمان كانت مميزه جدا جدا جدا، ومنتخب الدنمارك خلاص ما بقاش باقي على شيء، ففتح ملعبه، فبالتالي بقى في مساحات في ظهر الدفاع كبيره جدا جدا جدا، وده خلى ان المنتخب الالماني يستغل هذه الثغره وبيروح يجيب الجون الثاني عن طريق موسيالا بجون مميز جدا 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 من جمال موسيالا، وخلاص بيخلص ماتش 2-0. الماتش خلص، الدنمارك بدل ما هي كانت واقعه نفسيا 50% بقت واقعه نفسيا 100%، بتحس ان الماتش خلاص هرب منهم. المنتخب الالماني بيتحكم في بقاء الماتش، عايز يعلي التيمبو، عايز يودي التيمبو، عايز يخلي الكره تمشي في نص الملعب شويه، عايز يمسك الكوره، عايز يدي الكوره للدنمارك ويدافع وياخد نفسه. كل الكلام ده كانت المانيا بتعمله بكل سلاسه، لحد ما مايكل اوليفر نهى المباراه بفوز منتخب المانيا وصعوده لدور الثمانيه. منتخب المانيا منتخب شرس جدا، ونجلزمان مدرب شاطر جدا جدا جدا، ان هو الثغره اللي حصلت في ماتش سويسرا اتعلم منها، وحاول ان هو يطور من نفسه ويطور من لعيبته، يبقى شكله كويس ضد الدنمارك ويقدر ينتصر. ولكن في بعض اللاعبين بصراحه انا مش يعني مش قادر اتفرج عليهم مع منتخب المانيا، منهم طبعا لروي سانيه. سانيه صعب جدا، مستوى مزري، مستوى صعب لابعد الحدود الحدود الحدود. لروي سانيه سيء جدا جدا جدا. لاعبين كويسين جدا في منتخب المانيا، هافرتس عامل بطوله مميزه جدا، موسيالا عامل بطوله كبيره جدا، وفيرتس انا بصراحه صعبان عليه على الدكه. فيرتس لازم يلعب المباراه الجايه كاساسي في مواجهه لسه هنشوفها، اسبانيا او جورجيا، بس غالبا اسبانيا. ولكن المنتخب الالماني بيقدم مباراه كبيره، بيقدر ينتصر ضد الدنمارك ويصعد لدور الثمانيه. نيجي بقى للخيبه الثقيله، نيجي للخيبه الثقيله، المنتخب الايطالي حامل اللقب وبطل يورو 2020، والمنتخب القوي جدا، والمنتخب اللي كان صلب جدا، والمنتخب اللي الناس كلها رشحته للصعود تاريخيا، وخبرات لعيبه منتخب ايطاليا وكل الكلام الحمصاني ده، رشيد ياكين خدها، مراد ياكين اسف، مراد ياكين خدها. ولا خد كده يا باشا، حطها في جيبك على الدغري. سويسرا قدمت مباراه كبيره جدا، قدمت مباراه كبيره ضد المانيا في اخر ماتش في دور المجموعات، كانت قادره جدا ان هي تفوز في المباراه، وقدمت مباراه كبيره جدا ضد ايطاليا. لك ان تتخيل ان اللي بيتحكم في رتم الماتش هو المنتخب السويسري، اللي عنده اتنين لعيبه في نص الملعب بيقدروا لهم يتحكموا في رتم الماتش ويعلوا الرتم ويهدوا الرتم، هم منتخب سويسرا مش منتخب ايطاليا. ده الغريب. سباليتي، انت تحس ان سباليتي مع ايطاليا تحس ان اول مره يدرب المنتخب ده، لما صحي من النوم قوم تعالى عندك ماتش في اليورو، مش في الماتش ده بس، هو كل ماتش لايطاليا تحس ان سباليتي اول مره يدرب منتخب ايطاليا. مره يلعب اربعه دفاع، مره يلعب ثلاثه دفاع، وطول عمرنا عارفين ان منتخب ايطاليا بيلعب ثلاثه في الخط الخلفي، ما بيلعبش باثنين او ما بيلعبش باربعه، فليه تلعب باربعه؟ مش عارف. بيغيب معانا كالافيوري النهارده، بيبص بينزل من مستواك النص، مدافع بيقلل مستواك جدا. ايطاليا تحت كده سباليتي كانت سيئه جدا، سيئة جدا جدا جدا. المنتخب السويسري ده ذات نفسه اللي خرج فرنسا في دور ال 16 في يورو 2020، منتخب ايطاليا كلو في دور المجموعات، كلو في دور المجموعات بمعنى الكلمة. فالمنتخب الايطالي شكله باهت جدا، شكله بائس جدا على مستوى كل شيء، على مستوى الدفاع، على مستوى الهجوم، على مستوى نص الملعب، على مستوى كل شيء. منتخب ايطاليا منتخب بشع، يعني الحسن الوحيد لمنتخب ايطاليا في البطوله دي هو دوناروما. دوناروما لولا دوناروما كان ايطاليا خرجت من دور المجموعات اصلا، ما وصلتش لماتش سويسرا. عنده حكم كبير جدا سباليتي، ولاعيبه ايطاليا عنده حكم كبير جدا. كيزا مش في مستواه، شعراوي مش في مستواه، حتى لما بينزل مع الدكه لاعبين برده مش في مستواها. فايطاليا كانت سيئه جدا. هل سوق ايطاليا هو اللي صعد سويسرا؟ اختلف معاك في النقطه دي، لان سويسرا منتخب تقيل جدا، منتخب مميز جدا، منتخب فعلا 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 قادر على مقارعه الكبار. ومش هتفاجئ خالص لو سويسرا خرجت الدنمارك في الماتش الجاي لو الدنمارك صعدت، مش هتفاجئ. لان منتخب سويسرا مش المنتخب الصاعد الواعد الحصان الاسود، لا،
منتخب سويسرا انا بقول لكم البطوله دي هيعمل مفاجاه كبيره وهيوصل لبعيد في البطوله، ممكن يوصل دور الثمانيه ويخرج، يبقى انجاز برضو مميز يبني عليه في المستقبل مراد ياكين، وممكن يوصل لبعيد في البطوله وتلاقيه بيزيح كمان منتخب كبير من سكته وهو المنتخب الانجليزي ويوصل سيمي فاينل، وارد جدا. منتخب سويسرا عاجبني جدا من بدايه البطوله مع النمسا ومع تركيا، منتخب مميز جدا جدا جدا، يستحق التاهل يستحق التاهل، يستحق الانتصار يستحق الانتصار، يستحق الهاله اللي معمول عليه يستحق الهاله اللي معمول عليه، لان منتخب سويسرا كمجموعه مميز جدا، والمجموعه دي افرادها وهي مجموعه بتبقى مميزه جدا، فارجاس مميز جدا، امبولو كويس جدا، تشاكا كويس جدا 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 جدا، لاعبين كتير مميزين جدا بفضل ان مراد ياكين عامل منظومه كويسه وعامل اداء كويس. الناس كلها كانت بتوقع سويسرا ان هي تخرج من مجموعات او تخرج من دور 16 عشان لسه مغيره بيتكوفيتش ولسه مغيره المدرب الجديد بتاعهم، جايب مدرب جديد وكل الكلام ده، ولكن مراد ياكين من وجهه نظري مقدم نسخه مميزه جدا 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 من سويسرا، ونسخه انا ما شفتهاش مع اي مدرب لسويسرا قبل كده. مبروك لسويسرا، صعد لدور 16، منتظره الفائز ما بين منتخب انجلترا ومنتخب سلوفاكيا، فيا ترى سويسرا هيقابل مين؟ خلينا نشوف. ولكن في الاول وفي الاخر ده كان رايي انا في مباراه سويسرا وايطاليا والمانيا والدنمارك، قول رايك انت في الكومنتس في المباراتين، وقول لي كمان توقعاتك لالمانيا وسويسرا ممكن يوصلوا لفين في البطوله. ولو حلقك بدا تنساش تعمل لايك، ولو مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان حلقتي تجيلك اول ما تنزل على طول، وما تنساش تعمل شير في كل منصات السوشيال ميديا. وكان معاك مصطفى، اشوفك الحلقه الجايه، سلام.